الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله يا شباب. الآن إحنا بحاجة إلى أن نتعرف على كونسبت جديدة درسناها من زمان في الهاي سكول أو حتى في الإعدادي بالجامعة الهندسية، هي مجرد استخدام الميل الخاص بالخط المستقيم. من دون أي تأخير نبدأ نشوف مثال. مطلوب منك أنك تجيب يو فور ستيت كانت الحرارة فيها 225 والبريشر 1 ميجا باسكال. أوكي، طبعا في البداية لازم تحدد الستيت حقتك. إذا جيت تطالع في الساتوريتد ووتر بيبر ميكسر تيبلز حتلاحظ أن تي سات is equal to 179.88 سلسيوس بالنسبة للبريشر at P is equal to 1 ميجا باسكال. وبما أن تي القفل أكبر من تي سات، إذن إحدى في السوبر هيتد ريجين، عشان كذا على طول مباشرة حطيت الرسمة أمامك. طيب حتيجي أنت تدخل هنا تبغى 225، هذا هو 1 ميجا باسكال في السوبر هيتد تيبلز، وتقرأ 200 وبعدين حتلاحظ 250. إذن الحرارة اللي أنت تبغاها موجودة وسط الانترفل هذه ما بين 200 إلى 250. فإحنا هنا في الثيرمودينامكس وفي كثير حتى من التطبيقات الهندسية لما نحاول نستخرج بعض الداتا التي تقع ضمن الانترفل، أوكي، إيش نسوي؟ نستخدم معادلة الخط المستقيم ونفترض أن العلاقة لينير. أوكي، نفترض بأن العلاقة لينير وهي في الأصل ليست لينير، لكن نبسط الشغلة. نقول عندي 250 وعندي هنا 200 وان بتوين في حاجه اسمها 225، هو يبغى ايش؟ يبغى اليو ات 225. طيب يلا نحط بسم الله الرحمن الرحيم، هنا 250 واقرا اليو 2710.4، بعدين عندي 225 احنا نبغى اليو هنا، اوكي، يو فور ذس بريشر، وبعدين عندي هنا 200، بالنسبة لل 200 عندي كم؟ 2622.3. طبعا انت بلاحظ ان هنا مقلوبة، المفروض انت بتقول لي 250 فوق، لا ما عليه، هي حتطلع اشارة سالب وكل شيء حينضبط. طيب يا حبيبي هيا شوف الخطوات اللي انا بقولها لك. شايف المسافة هذه؟ اوكي، هذه سميها لي دلتا واي 1، والمسافة هذه سميها لي دلتا واي 2. طيب ايش المقابل لدلتا واي 1؟ مقابل لها والله المسافة هذه دلتا اكس 1، ودلتا واي 1 اللي هي هنا، لاحظ كذا وكذا وننزل كذا اهي دلتا اكس 2. نقول دلتا واي 1 على دلتا اكس 1 حيساوي دلتا واي 2 على قديش؟ على دلتا اكس 2. طيب ايش يجي بعدها ان شاء الله تعالى؟ دلتا واي 1 200 ناقص 225 على دلتا اكس 1 اللي هو 2622.3 ناقص يو حيساوي دلتا واي 2 اللي هي 200 ناقص 250 على دلتا اكس هنا اللي هو 2622.3 ناقص 2710.4. هذه هي الاكس، اباك تحلها. طلعت لي اليو الان يا شباب 2666.35 كيلو جول بير كيلو جرام. خلاص هذا هو يسمونه اللينير انتربوليشن.